مقدمة برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان عيد البشارة، حيث دارت الحلقة حول روحانية هذا العيد ونشأته في الكنيسة كأول أحداث مسيرة الخلاص في المسيحية. كما تطرق البرنامج إلى لقاء الملاك جبرائيل مع السيدة العذراء وعقد مقارنة معه ومع اللقاء مع زكريا. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الأرشمندريت الأب الدكتور بسام شحديت رئيس محكمة البداية في كنيسة الروم الكاثوليك في الأردن. فإلى هناك. حلقتنا اليوم عن عيد البشارة، هذا العيد أول عيد سيدي بالسنة الليتورجية وأهم عيد، أنا بعتبره أهم عيد، يعني بيجي المرتبة الأولى وبعدين عيد الميلاد، لأنه هو اللي عيد البشارة اللي حقق في وجود يسوع المسيح الإله على الأرض عندما تمت وقالت مريم العذراء نعم أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك للملاك جبرائيل رئيس الملائكة. وهنا تحقق الوجود الإنساني واللاهوتي زي ما بيقولوا الأخنوم اللاهوت الناسوتي ولا اللاهوت الإنساني تحقق بأحشاء مريم العذراء. ومن ثم عيد الميلاد بسموه كانوا بالزمانات عيد الظهور، ظهور الإله بظهور الجسد البشرية وصاروا يقدروا يشوفوه، لكن الظهور الأول بعيد البشارة أو يوم بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء ظهور غير منظور يعني نعم. بالأحشاء، لكن هو وجود يسوع المسيح ربنا والإله على الأرض هو يوم عيد نعم. البشارة، أحداث قصة الخلاص اللي حكى عنها العهد القديم ونبوءات العهد القديم هي مثل ما تفضلت حضرتك انطلاقتها بداية الشرارة الأولى لهالمناسبة كانت من تم الملاك زي ما بيحكوا فمن البشارة، الحدث البشارة هو انطلاق، هو أبو الأعياد، هو أول عيد يعني بكنائسنا مثلا أنا بكنيسة كل كنيسة خدمت فيها أول شغلة اللي بوصلها بفك الأيقونات وبوزعهم التوزيع الليتورجي الصحيح يعني لازم لما تفوتي باب الكنيسة أول ما تفوتي الكنيسة البيزنطية بحكي سواء أرثوذكس أو روم كاثوليك لازم تفوت على ايدك اليمين اول ما تفوت تكون ايقونه البشاره نعم. اول حدث الملاك عم بحكي حكت نعم بلشت انت بعديها بدها تيجي ايش ايقونه الميلاد نعم. احداث الميلاد زي ما تفضلت حضرتك قبل قليل اللي هي ظهور ربنا للبشريه وتتوالى الاعياد وصولا الى القيامه نعم. فعيد البشاره اهميته تكمن في انه هو الانطلاقه الاولى لتحقيق نبوءات العهد القديم. فأنا يعني قالوا له شو العلامة إنه ربنا قاعد بده يعمل هالمعجزات معاهم، بيحكوا مع أشعياء بتناقشوا قاعدين لها، قال إنه بيكون هأن العذراء تأتي وتحبل وتلد ابنا ويسمى عمانوئيل أي الله معنا، واللي يسوع المسيح اسمه يخلص نعم. فكلها تتم هاي في عيد البشارة ومن هون تكمن أهميته نعم. ولو بالعالم حسب التقويم في 14 يوم فرق بين الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية نعم. عشان السادة المشاهدين يكونوا فاهمين يعني إنه عيد البشارة بعد 14 يوم رح يعني هلا أقل من 14 صار نعم. احتفلنا ب 25 من 25 لها بيكون عيد عند الأرثوذكس عيد البشارة نعم. فهو كأن أتخيل بالأردن وكأن نحتفل عيد البشارة كل هالمدة هاي من نعم. العيدين مع بعض يعني 14 يوم بالضبط نعم. أبونا عيد البشارة يعني خصصت هالكنيسة إنها تركز على حدث البشارة، يعني البشارة هو بعتبر هو التحول بين الحواء القديمة للحواء الجديدة. كنا قبل بشارة السيدة العذراء أبناء وبنات حواء التي رفضت كلام ربنا، لكن صرنا بعد البشارة أبناء مريم العذراء التي قالت نعم لكلمة ربنا. لكلمة ربنا. يعني أنا ربطت فيها المشاهدات بالزبط. بين الحواء القديمة والحواء الجديدة بالزبط. وأصبحنا أبناء حواء الجديدة اللي هي مريم العذراء. وتاليا الجزء الفصل الثاني من تكمل إلى كلام حضرتك نعم. آدم الجديد آدم نعم. الذي أخطأ وأتانا آدم شبه الإنسان بكل شيء نعم. ما عدا الخطيئة نعم. الخطيئة فإجا السوبر
اللي المان سوبرمان اللي هو الانسان في 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 افضل افضل ما ممكن العقل البشري والنفس البشريه تسمو، لانه خلق الله بالاصل هي على صوره الله ومثاله. فلما تجسد يسوع المسيح اعطى الصوره اللي هي الاوريجينال، الصوره الحقيقيه الاصليه اللي كانت بفكر الله، اللي هي اللي هي كمال الانسان بهذا بهذا الخلق اللي مبتعد عن الخطيئه. فزي ما تفضلتي حضرتك، حواء القديمه اصبحت مريم العذراء، اعطت الشكل الجديد لحواء اللي بتسمع كلمه ربنا اللي بتحكي نعم. ولكن في موضوع النعم مريم العذراء تطلبت منها الاف اللاءات. في عيد البشاره اللي احتفلنا فيه من ايام، هو عيد الاعياد ويطلق عليه راس الاعياد او نبع الاعياد او اصل الاعياد، لانه من البشاره منطلق للتجسد وباقي الأعياد. وهالعيد دايما بذكرنا بعلاقتنا مع الله، لأنه بسموه كمان عيد اللقاء، لقاء السماء مع الأرض، لما الملاك بشر العذراء وحكى لها لا تخافي. فهالعيد بذكرنا ما نخاف في حياتنا من أي صعوبات، من أي مشاكل بتواجهنا، ونحكي نعم لله مثل النعم اللي حكتها العذراء. وهذا النعم هي لكل شيء بحياتنا من الله. وفي هذا العيد بيحكي القديس إيريناوس، الله صار إنسانا لكي يجعل الإنسان إلها. وفي يوحنا 10:34 كمان الإنجيل المقدس بحكينا أنا قلت إنكم آلهة. وهنا المسيرة اللي إحنا بنمشيها بحياتنا، أول شيء إنه نستقبل بشارة الله، محبة الله، رسالة الله لإلنا، وإحنا نكون بشرة حسنة للآخرين. فوجودنا مع الآخرين يكون وجود بركة، وجود نعمة. الكلمات اللي احنا بنحكيها تكون كلمات فرح، كلمات سعادة، وهاي بتيجي من خلال علاقتنا مع ربنا. وهنا كمان يعني هو عيد يعتبر الإعلام، لأنه كمان الإعلام بيوصل البشرة السارة والبشرة الحسنة، وخصوصا نورسات كمان بصفتها يعني إذاعة تعطي الروحانية، تعطي المحبة واللقاء كمان بين الله والبشر وبين البشر مع بعض. وكمان في ختام النص الإنجيلي اللي بنقرأه بهذا العيد بيحكي بعد ذلك انصرف الملاك. هنا ملاك ربنا حكى لها لا تخافي، ولكن بعدين تركها وراح. وهنا كمان بالرغم من الوحدة والخوف أحيانا، ولكن مريم العذراء أكملت مسيرتها. وكل واحد فينا لازم كمان في الوحدة في الخوف في الصعوبات بيكمل مسيرته، لأنه بيعرف أنه الله هو معه.